النهارده هنتكلم على حاجه اسمها ريسيرش جيرنال. الاسم ده يعني مش حاجه متعارف عليها، ده تعبير انا اعتبرته لان حاسس ان البحث العلمي ده نوع من انواع الرحله، وكل واحد فينا المفروض يعرف مكانه فين في الرحله دي. فالتايتل بتاع المحاضره From Clinical Needs to Clinical Audit Research Year. عاوزين نقول ان البحث العلمي بيبتدي باحتياجات، احتياجات حضراتكم بتشوفوها وانتوا بتمروا على مرضى وانتوا بتبحثوا على الانترنت وانتوا بتدوروا في اي حاجه، ظهر احتياج لاجابه سؤال. هو ده بدايه النقطه اللي هنلاقي فيها البحث. ظهرت ظاهره جديده، مرض جديد، كوفيد، اي حاجه جديده، فابتدى الناس تفكر ان هي تعمل ريسيرش عشان تجاوب على السؤال. فلازم تحول النيد ده كلينيكال نيدز الى ريسيرش كويشنز، لازم تحوله الى سؤال بحثي عشان نقدر نجاوب عليه، وبعدين نختار له ديزاين مظبوط يجاوب على السؤال البحثي ده، وبعدين نحدد له مخرجات او اوتكمز محدده جدا عشان هي دي اللي هتجاوب على السؤال، ولازم المخرج ده يكون هو اللي موجود في السؤال. تطلع من دول نتائج حاجه بيسموها البرايمري ريسيرش. هنشرح الكلام ده دلوقتي بقدر من التفصيل. في ناس بتجمع الحاجات دي كلها وبتعمل حاجه اسمها سكندري ريسيرش او بري ابريز ريسيرش، عشان ده كله يصب في حاجه اسمها ايفيدنس بيز ميديسن او الطب المبني على الدليل. الطب الحديث زمان كان اساتذتنا وابائنا الكبار كانوا بيمارسوا الطب بالخبره، بنقل من المعلومه من حد لحد، من جراح شاف الموضوع ده بيتعمل بطريقه معينه الى واحد شافه بيتعمل بطريقه مختلفه. دلوقتي الطب بيبقى يمارس بحاجه اسمها الطب المبني على الدليل. يعني لما يكون عندك مريض عاوز تعالجه، عندك حاجه عاوز تعملها، لازم تسال نفسك ايه احسن علاج. بلاش مخبول ان تقول دي اصل دي مدرسه فلان او دي مدرسه فلان، لا. الطب لازم يكون مبني على دليل. من الايفيدنس بيز ميديسن الهيئات الدوليه بتعمل حاجه اسمها كلينيكال جايد لاينز فور مانجمنت اوف بري كلانسيا، كلينيكال جايد لاينز فور مانجمنت اوف سورايسس، كلينيكال جايد لاينز فور مانجمنت اوف روماتولوجي. ده طلع من هيئه الامريكان كوليدج، من الرويال كوليدج، بيبقى في جايد لاينز محدده انت مفروض انك انت تتبعها وانت بتتابع الحاجات دي. من ده المفروض المستشفيات كلها including our hospital بتعمل حاجه اسمها hospital protocols، يعني بروتوكول العلاج. بروتوكول العلاج ده انت لو طبيب صغير او انت لو ممارس كبير المفروض انك تمشي عليه بحذافيره، لانك لو ما مشيتش ده وحصل مشكله انت هتعاقب قانونيا. الهوسبيتال بروتوكولز مش لازم تكون زي الكلينيكال جايد لاينز، لان ممكن الكلينيكال جايد لاينز يكون فيها امكانيات او ادويه مش متوفره في المستشفى. فلازم نبقى فاهمين ان في حاجه اسمها هوسبيتال بروتوكولز وحاجه اسمها كلينيكال جايد لاينز. بعد ما يكون في هوسبيتال بروتوكولز المفروض المستشفيات تعمل حاجه اسمها كلينيكال اوديت او مراجعه تدقيق، هل الجايد لاينز دي بتطبق ولا لا؟ لو هي مش بتطبق، مش بتطبق ليه؟ ايه نقاط الضعف؟ وتعمل اكشن بلان عشان تصلحها. من هنا ممكن تنتج نقاط جديده للبحث من مراجعتك او تدقيقك لعدم اتباع الهوسبيتال بروتوكولز. بيظهر احتياجات جديده، الاحتياجات الجديده دي عشان تبقى ليها دليل محتاج ان هي تتعمل في صوره ريسيرش. السايكل دي كلها انا مسميها ريسيرش جيرنال، وهنشوف كل واحد فينا، كل دكتور صغير، كل طبيب امتياز، كل نايب، كل مدرس مساعد، كل عضو هيئه تدريس ليه مكان في ذيس جيرني، تمام، ومكانه هو فين، ومفروض هو يعمل ايه. على الاقل يبقى فاهم السايكل ماشيه ازاي حتى لو هو مش بيشارك في صنعها. فالامبورتنس اوف ريسيرش، انت بتبتدي، انت طبيب حديث التخرج بتبتدي مش فاهم يعني ايه، انت مش فاهم يعني ايه ريسيرش. المحاضره دي النهارده عشان يفهمك يعني ايه ريسيرش، ازاي الافكار بتولد، وازاي انت المفروض تعمل ايه، دورك فين، فين رساله الماجستير، فين رساله الدكتوراه، فين البحث اللي انت بتعمله، تمام، في مكانك فين. فالموضوع بيبتدي بكلينيكال نيدز اور اوبزرفيشن. When would you like to help patient؟
you are going to face a clinical question. You should start to ask yourself, how can I answer this question? How can I screen for a disease, predict a prognosis, diagnose a disease, which test is the best? لسه المثال حديثا مع الكوفيد احنا الناس احترت شويه البي سي ار ده احسن ولا مش احسن ولا بتاع كل شويه بيقول لك البروتوكول بتاع العلاج بيتغير الكلام ده بنلمسه في الامراض الجديده كتير جدا How can I treat a disease? What is the best treatment option? Doctors as well as patients, pharmaceutical companies اللي بتعمل الادويه as well as health planners الناس اللي بيخططوا الصحة وزارة الصحة في مصر وزارة الـ CDC لازم تعرف answers of this question عشان تعملها. This is the origin of the research idea and the first step in the journey of research. يبقى انت ما ينفعش ابتدي البحث العلمي عندي بان انا ادور على الانترنت على بحث واحد مجاوبه واعمل زيه. لان الجيرني دي زي ما هقول لكم بعد شوية it's a global journey. يعني ما هياش رحلة في مصر هي رحلة حول العالم. يعني ما ينفعش تقول أصلاً أول مرة أعمل الموضوع ده في مصر. أول مرة تعمل الموضوع في مصر ده the practice is not a part of research. فأنت لما تدور على the best available evidence فأنت بتدور على the best available evidence حول العالم. وبالتالي مخرجك من the best available evidence اللي هي الأبحاث اللي أنت بتعملها لازم تبقى موجودة أونلاين عشان الناس تشوفها. عشان كل واحد يبني على رحلة اللي قبله ويكمل الرحلة اللي إحنا بنتكلم عليها. يبقى الموضوع بيبتدي بفكرة فكرة مرض جديد ظهر أي حاجة لازم نحول الفكرة دي إلى سؤال بحثي والسؤال البحثي ده لازم يكون لي حاجة اسمها راشونال راشونال يعني مسببات أو نقدر نقول منطقية البحث الراشونال يعني بيقولوا بيضربوا مثال شديد جدا قالوا لنا كتير في دورات البحث العلمي ان في واحد لقى علاقه ما بين ارقام التليفونات الفرديه والزوجيه في الولايات المتحده الامريكيه والانسيدنس اوف كورونري هارت ديزيز الاحصاء طلع كده تمام هل ده ممكن يكون بحث وواحد فعلا يصمم بحث يقارن الارقام الزوجيه والفرديه والكورونري هارت ديزيز لا ليه؟ لانه ما فيهوش مسببات علميه ما فيش وراه نظريه علميه يعني تفسر الديفرنس ده ممكن يكون جاي منين يبقى البحث لازم يبقى له راشونال حضرتك زميل من قسم اي قسم بايوكيمستري مثلا قال ان احنا لما نطحن بذور البلح تمام ونديها لمرضى السكر تمام هيخفوا او هيتحسن الكنترول بلاد شوجر اوكي انا ممكن اكون موافق اديني ادله علميه بتقول ان الكلام ده ممكن يكون منطقي عشان اسمح لك انك تجري البحث اساسي تمام انك تدي الحاجه دي للناس الادله المنطقيه دي ممكن تكون من لاب ستادز ممكن يكون من animal studies لكن تبتدي كده بهراء انا هعالج المرضى بعسل النحل هعمل حاجه ما بقولش انه مش مفيد ممكن يكون مفيد لكن عشان تعمل ابحاث وخاصه على الهيومن لازم تكون rationalized عاوزين نحفظ الكلمه دي there should be a convincing evidence that these drugs or these tests can work before starting using in human lab data او انيمال ستادي يبقى لازم الفكره تكون واضحه المكان ده هو الانترودكشن بتاع البحث اللي احنا بنكتبه باهمال شديد جدا لو الانترودكشن ده مش مقنع ان في سبب علمي انك تعمل البحث ده مش المفروض انك تعمله الريفيور اللي هيقرا البيبر بتاعتك مش هيكملها مش هيقرا طب هو بيجرب ده ليه تمام بنفس القصه في الراشونال برضه ده لو كان الادله اللي موجوده مقنعه للغايه يعني خلاص قطن ده احسن ان الانترنال فيكسيشن هنا احسن من الجبس تمام خلاص انت بتعمل بحث تاني ليه؟ انت بتقارنه ليه؟ فا according to the available level of evidence اللي هناخدها دلوقتي او هنتكلم عنها شويه لازم تقول لي to rationalize البحث rationalize البحث يعني تديني مسببات العلميه في الانترودكشن بتاع البحث عشان كده في ناس بتسمي الانترودكشن دي rationalize A research question that should be defined and refined. لازم يبقى في منتهى الوضوح. أنا بقارن drug A اللي هو اسمه كذا، منتج من شركة كذا، بجرعة كذا، هيعطر بأنهي روت، بدراج B اللي منتج برضه من كذا وكذا وكذا، في علاج ديزيز C، إيه هو ديزيز؟ طب إزاي شخصته؟ إيه الكرايتيريا اللي شخصته بيها؟ ها
هل هي دي احسن كرايتيريا؟ يبقى لازم السؤال يبقى واضح. وبيستخدموا تعبير طبعا الاساتذه اللي قاعدين كلهم سمعوا عنه قبل كده واسمه بيكو او بيسو. البيكو Patients, Interventions, Comparison and Outcome. مين هم المرضى اللي هتعمل عليهم البحث؟ هتقول لك انا هعمل على مرضى الكوفيد. كويس، مين هم مرضى الكوفيد؟ هل هم susceptible ولا diagnosed ولا whole population؟ لازم تحدد بوضوح انت هتعمل التست ده على مين. بنعمل بحث دلوقتي مع دكتور طارق والزملاء على الستات اللي دخلت جوله مستشفى صحه المرأة كلهم. طب هم كلهم دول مش ممكن يكون كان فيهم مرضى؟ لا، احنا هناخد اللو ريسك. يعني ايه لو ريسك؟ نوت اكسبوز، نوت دايجنوز، نوت 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 نوت. يبقى دول اسمهم البيشنتس. هنعمل فيهم انترفنشن. ايه هو الانترفنشن اللي احنا هنعمله؟ زي هنديهم دواء فلان. تمام؟ هنقارنه بايه؟ بكومباراتيف. يبقى لازم انترفنشن واضح وكومباراتيف. هنقارنه ايه اللي احنا عاوزين نعرفه؟ السؤال اللي احنا عاوزين نجاوبه اللي هو الاوت كام. زي الكيور. ايه تعريف الكيور اوف كوفيد؟ هل العيان قام وصحي ونشي وخرج؟ ممكن. ولا ان التست تطلع بوزيتيف؟ تطلع نيجاتيف؟ لا، التست تطلع نيجاتيف. طب هي واحده كفايه ولا اثنين؟ الحاجات دي مش انا اللي بحددها، اللي بيحددها هم الانترناشونال بوديز اللي بتقول ان الكيور اوف روماتويد ارثرايتس. معلش انا بنقل من مثال لمثال عشان لو اي حد قاعد يبقى الكيور اوف روماتويد ارثرايتس تعريفه كذا. يبقى انا لازم اعرف البيشنتس بتوعي، لازم احدد الانترفنشن، الكومباريشن، الاوتكم. مشكلتنا في الابحاث اللي بتقدم للكليه ان كل الناس مش محدده البيشنتس والانترفنشنز والكومباريشنز والاوتكم. لو الاربعه دول اتحددوا تمام البحث هيتنشن. لازم يبقوا very defined and refined. وده البيكو، وكل واحد فيهم مكتوب فيه ايه الحاجات اللي انت مفروض تعملها او تشوفها في البيكو. يبقى كان في سؤال حولناه الى، او كان في فكره حولناها الى سؤال. لازم تحولها لسؤال. بعد كده هتختار لها ريسيرش ديزاين. اني ديزاين اوف ريسيرش ذات ويل انسر يور كويشن كوركتلي. كل تايب اوف كلينيكال كويشن ليه ريسيرش ديزاين مختلف. طبعا موضوع ريسيرش ديزاين ده عاوز محاضره كامله جدا، لكن هو بيلخص تمام في الفلو تشارت ده. تمام، انت عندك ديزاين. الديزاين ده يا اما اوبزرفيشنال يا اما اكسبيرمنتال. اوبزرفيشنال، انت عندك حاله بتوصفها يبقى اسمها اوبزرفيشنال ديسكريبتيف كيس ريبورت. مجموعه من الحالات يبقى اسمها اوبزرفيشنال ديسكريبتيف كيس سيريز. اناليتيكال، يبقى انت بتقارن. اناليتيكال يا كروس سكشنال، يعني جيت في نقطه معينه وحطيت خط النهارده بريفلنس اوف كوفيد كام، ده اسمه كروس سكشنال. كيس كنترول، انت جبت مرضى عندهم تي بي، سوري مرضى عندهم لان كانسر ومرضى ما عندهمش لان كانسر، وسالتهم اذا كانوا سموكينج ولا لا، او كانوا بيستخدموا الموبايل ولا لا. ده بقى اسمه كيس كنترول. يبقى في كيسز عندها المرض مش هيجي لها المرض وكنترول. او كوهورت، يعني انت بتجيب مجموعه وتتابعهم عشان تشوف ايه اللي بيحصل. اذا ما فيش راندومايزيشن يبقى اسمها observational او analytic cohort study. لو في randomization، يعني انت وزعت المرضى على المجموعتين بتوع العلاج بطريقه عشوائيه، بقى اسمها experimental يا اما RCT اللي هي randomized control trial على مستوى من الايفيدنس، او non RCT اللي هم بيسموهم درجه، يعني بتشوف العيان before and after treatment. موضوع research design موضوع كبير جدا. زملائنا في قسم الصحة العامة عندهم خبرة كبيرة بيه أكتر مننا. محتاج دكتور يوسف بيه لو تكرر عليا، هو موجود معانا. ريسيرش ديزاين لوحده محتاج محاضرة أو كورس عشان كل، على فكرة كل نقطة من اللي احنا، النقاط اللي احنا بنقولها في ذيس جيرني محتاجة تفاصيل وكورس لوحده. لازم نختار البروبر ميثودولوجي، نحدد هنعمل البحث فين. لازم ناخد البوبيوليشن اللي هم البارتيسيبنتس بحاجه اسمها انكلوجن اند اكسكلوجن كريتيريا. مين اللي هناخده؟ هتاخد مرضى الروماتويد سنهم كام؟ مي ولا فيميل؟ هتستبعد مين؟ هستبعد الدايبيتك، هستبعد ما اعرفش ايه. والاستبعاد ده لازم يكون مسبب، هستبعده لانه ممكن يتدخل مع نتيجه البحث بتاعي او مش ممكن يتدخل.
لازم احسب لهم سامبل سايز. يعني ايه سامبل سايز؟ يعني عدد المرضى اللي انا عاوزهم عشان اجاوب السؤال البحثي ده. يبقى لازم السؤال يبقى واضح الاول. لو هو مش واضح انا عاوز اشوف الايفكت اوف العمليه دي بس كده. الايفكت على ايه؟ كنت بتكلم الدكتور يوسف على عندنا واحد عاوزين نشيل الجرح او ما نشيلش الجرح بتاع السيزارين سكشن عشان نشوف في الريبيتد سكشن نشوف شكله ايه. فبتقول لي انا عاوز اوتكم واضح، عاوز سكور. تمام، لازم يكون ديفاين، لازم يكون واضح المعالج. الاوتكم بتاعي الدكتوره نريمان الالاينمنت على في الاكس راي او في السي تي، الالاينمنت ده لازم يبقى له انجل، لازم يبقى له رقم. مش تقول مثلا الساتسفاكشن، الساتسفاكشن دي كلمه عامه، لازم تكون محدده بسكور، محدده بساتسفاكشن سكور، بسكيل، بالبين. يعني ايه بين؟ لازم الاوتكمز تبقى محدده اكوردنج للبرايمري اوتكم اللي انا حددته للبحث. كل بحث بيجاوب سؤال واحد، صعب قوي ان البحث يجاوب سؤالين او ثلاثه. ليه؟ لان السامبل سايز بتاعته محسوبه عشان تجاوب السؤال ده، بتطلع منه نتائج اخرى بيستخدمها الناس اللي بعده عشان يعملوا ابحاث ثانيه، يجاوب السؤال رقم اثنين وثلاثه. لكن لازم السؤال الاولاني يتجاوب، لو ما جاوبتوش او خدت عيانين اكتر من اللي محتاجهم يبقى انا بضر المرضى، اقل من اللي محتاجهم يبقى الاحصاء بتاعتي دي كلها غلط. يبقى السامبل سايز دي معموله عشان تقول ان السؤال البحثي ده هيتجاوب بالديزاين ده. حضرتك انا عاوز اشوف مثلا البيست تريتمنت بتاع الكورونا في البتاع ده، الديوريشن البرايمري اوتكم بتاع الديوريشن اوف كونفاليسنس مثلا هيرجع في قد ايه؟ تمام؟ يبقى ده البرايمري اوتكم. ممكن واحد تاني يكون بيقيس في البرايمري اوتكم بتاعه السايد افكتس، واحد تاني يكون بيقيس الايفكت بتاعه على الفيريتين. المهم لازم احدد ده، ولو ما حددتش ده ورحت لبتوع المشوره البحثيه بطلب منهم يعملوا لي سامبل سايز هيمشوني. لازم ابقى السؤال واضح، عارف الانسيدنس احسن نتائج لاحسن علاج في الموضوع ده بيدي نتيجه كام، عشان اقدر اروح لبتاع زميل بتاع الاحصاء، سوفت وير بسيط بينزل على الموبايل. تمام، احط الرقم ده والرقم ده هيطلع لي العدد اللي انا عاوزه الناحيه ده. من غير ما يبقى السؤال موضح مش ممكن اكمل. الريسيرش اوت كام زي ما قلنا لحضراتكم لازم يبقى كلير اند ميجرابل، لازم يبقى اوبجكتيف راذر ذان سبجكتيف، لازم يتقسم لبرايمري وسكندري. يعني في ممكن يكون في مور ذان وان برايمري، يس، بس كده انت هتحسب تو سامبل سايز عشان تجاوب السؤال ده، هيخلي لك العينه الاحصائيه بتاعتك كبيره جدا. يعني لازم لو انا عندي تو برايمري اوت كامز يبقى السامبل سايز محسوبه على الاثنين. Define the outcome. Cure rate for a disease C. Note, you should define the cure rate. حط الريفرنس. هاي الصحة العالمية عرفت الكيور اوف كوفيد بان هو كذا. عرفت الكوريكت سيرجري ان هي تعمل كذا. لازم يبقى واضح. الريسيرش ديزاين اللي احنا عملناه ده هيطلع ريزلتس. Conclusion. Should be clear, objective, specific to answer question. يعني واحد يكتب الكونكلوجن بتاعه ان مرض التي بي ده مرض كومن وما اعرفش ايه. طب وانت عملت سيرفي عشان تعرف ان هو كومن؟ احنا عارفين ان هو كومن، هو بيقول حاجات عامه. لا، الكونكلوجن بتاعك هو اجابه البرايمري اوتكم. وايفن اتس نوت ذا سكندري اوتكم. ذا مين كونكلوجن از ذا انسر اوف ذا ريسيرش كويشن. وبالمناسبه الكونكلوجن شود بي في الضمير المضارع لانها اصبحت فاكت. ما ينفعش الكونكلوجن ذا ريزلت شود كذا كذا كذا. لازم الكونكلوجن يكون في ضمير المضارع. الناس خدت الريزلتس اوف ذيس برايمري ريسيرش وبعدين لقيت خاصه في الحاجات النادره عمليات العظام بيبان فيها الموضوع ده جدا. واحد عمل خمس حالات هنا، 10 حالات هنا، 20 حاله هنا، عاوزين يقنعوهم عشان يطلعوا نتائج قويه. بيعملوا حاجه اسمها سكندري ريسيرش اللي هو الميتا اناليسيس او السيستماتيك ريفيو. دول ناس ممكن جدا رساله الماجستير بتاعتك تكون سكندري اناليسيز او سيستماتيك ريفيوز. دول ناس واخدين بيجاوبوا ذا سيم ريسيرش كويشنز، اختاروا نفس نوع البيشنتس الانكلوجن والاكسكلوجن، استخدموا نفس الميثودز، اختاروا نفس الاوتكمز، جمعناهم على بعض وعملنا منهم احصاء كبير فطلعنا نتائج اكثر قوه. فلما نلاقي ريزلتس او ميتا اناليسيز او سيستماتيك ريفيو لازم نفهم ان ذيس از the best available evidence لإجابة السؤال
collective results give strong evidence. دي بيسموها level 1 evidence او level A evidence, the highest level of evidence. الشكل ده انا جايبه عشان نتعود عليه. ده شكل حاجه بيسموها الميتا اناليسيس. دي الستاديز 22 ستاديز اتعملت ب 22 ستادي كلهم بيجاوبوا نفس السؤال, مش مهم هو ايه السؤال. كل ستادي نتائجها معموله بالشرطتين دول, دول بيسموها الكونفيدنس انترفال, واللي مين هو الرقم الكبير. لما اتجمعوا تحت اتجمعوا في الايه العلامه اللي عامله زي المثلث تحت دي. العلامه اللي عامله زي المثلث تحت دي بتقول ان الحاجه اللي هم بيدوروا عليها دي نيجاتيف افكت او بروتكتيف افكت. اذا كانت شمال اللاين بتاع الزيرو تبقى نيجاتيف, لو كانت يمين اللاين تبقى بوزيتيف. ومن ده في مؤسسات كتيره ابتدت تعمل الميتا اناليسيس او سيستماتيك ريفيو, اشهرها الكوكرين لايبرري او مكتبه الكوكرين. دي عملها واحد اسمه ارش كوكرين اسكتلندي, هو اللي اخترع فكره ان احنا نعمل الميتا اناليسيس والسيستماتيك ريفيوز. كل الريزلتس اللي احنا شفناها دي بتجمع بقى لحاجه اسمها ايفيدنس بيس ميديسن. ايفيدنس بيس ميديسن الطب المبني على دليل. It is an approach to medical practice. ده مش للريسيرش, ده للبراكتس. انت المفروض تمارس الطب المبني على دليل. Intended to optimize decision making by emphasizing the use of evidence from well-designed conducted research. لازم تفهم الليفل اوف ايفيدنس دي, لازم تعرف تدور عليها ازاي. الطب الحديث بيقيس قد ايه انت بتعرف تجمع المعلومه اكتر من قد ايه انت فاكر المعلومه. خلاص الكمبيوتر اللي جنبك او الموبايل هتساله سؤال هيجاوبه لك, بس اللي طالع على الانترنت ده ربش. لازم انا بفهم عشان اعرف اختار ايه واسيب ايه. فبوجه عام الريسيرش with different qualities and sample size create level of evidence. لو بصينا تحت هنلاقي ان least level of evidence هي ال opinions and the ideas. بتزيد لما تبقى case reports, بعدين تبقى case series, بعدين تبقى case control studies, cohort studies, randomized control trials, randomized control double blind studies. double blind يعني الناحيتين مش عارفين كل واحد بياخد ايه, لغايه ما اوصل للبيك فوق اللي مش موجود في الرسم ده اللي هو الميتا اناليسيس او السيستماتيك ريفيو. الهيئات الدوليه منها الرويال كوليدج بتاع كل الطب بتستخدم الليفل اوف ايفيدنس 1 2 3 4 ده, بتقول ان as long based on the ability of a control for a bias control يعني مجموعتين control and demonstrate the cause of the effect of the human. بتقول ان this level of evidence واحد هو الميتا اناليسيس والراندومايز كنترول ترايل. When you find it, ممكن يكون مستحيل تعمل randomized control trial, مستحيل انك تعمل double blind randomized control. واحد هيتجبس والتاني هيعمل عملية. واحد very common, انا بحب ادي مثال العظام, حضرتك مش هتقدري تقرري انت هتعملي ايه الا لما اخش جوه العملية. accordingly الزاوية بتاعت ده هقرر ان عندي هيجي يمين او هيجي شمال, او هيتثبت من هنا او هيتثبت من الناحية التانية. يبقى ما اقدرش اعمل randomization لانه it depends on the cases. يبقى البيست افيلبل ايفيدنس هنا هيكون كوهورت فطبق هنا عن هنا. مش ممكن اعمل randomized control trial. It's unethical ان انا اعمل randomized control trial. لو في كنترول ومفيش بقى ليفل اقل ثم اقل ثم اقل, ده بيسموه البيراميد اوف ريسيرش. الهيئات الدوليه, الجمعيه العالميه لطب الاطفال, الجمعيه العالميه للكلينيكال باثولوجي للجراحه لاي حاجه, بتاخد الليست افيلبل ايفيدنس وتعمل منها كلينيكال جايد لاينز. كلينيكال جايد لاينز فور مانجمنت اوف نيوموثوركس, كلينيكال جايد لاينز فور مانجمنت اوف سيفير بريكلامسيا. دي وبتبقى بيقعدوا الانترناشونال بوديز دول ويقعدوا ويناقشوا ويقولوا هناخد دي ومش هناخد دي, ويكتب لنا جنبيها الليفل اوف ايفيدنس بتاع كام. يبقى بيزد اون ذا اباف ريسيرش انترناشونال بوديز دبليو اتش او رويال كوليدج امريكان كوليدج كان ايفالويت the available level of evidence in a certain field and set a clinical guidelines. So no clinical guidelines of management of so or so or so. المستشفيات including ourselves أقسام مفروض تعمل حاجة اسمها hospital protocols. تمام؟ بروتوكول علاج كذا في مستشفى أسيوط الجامعي.
based on the above guidelines, leaders of specialty should sit together, adopt then واحدة من the clinical guidelines دول إذا كان ده مناسبنا تغير فيها حتة. إحنا الدواء ده مش موجود عندنا. كمان جت لنا فترة دكتور طارق افتكر اللابيتالول ده مش موجود في رغم إن هو الكلينيكال جايدلاينز بتقول إن ده بس يبقى المفروض إن الهوسبيتال بروتوكول يتشال منه. عشان ما يجيش حد يقاضيني يقول لي تمام أنت ما اديتش العيان الدواء ده ليه؟ هو مش موجود حضرتك. تمام؟ في قصة بتاعت الطفلة اللي ماتت جالها ألرجي ما أعرفش الأنستيزيا أو حاجة زي كده ويقول لك أنت مش مستخدم الجايد لاينز بتاعت المانجمنت بتاع الجايد لاينز بتقول ان الدواء ده لازم يكون موجود ما هوش موجود مش انا المسؤول عن توفيره يبقى الهوسبيتال بروتوكول لازم يتصلح يبقى معروف ان الدواء ده مش موجود يا اما يتجاب لكن الهوسبيتال بروتوكولز بتختلف عن الكلينيكال جايد لاينز ان الهوسبيتال هي اللي اختارت وانها موديفايد اكوردنج تو ذا افيليبيليتي اوف ذا ثينجز ان ذا هوسبيتال كلينيكال اوديت يعني مراجعه مراجعه بين تكون في بنك في نادي رياضي في اي حاجه مراجعه الاداء دي ممكن تكون رساله ماجستير صعب تكون رساله دكتوراه تمام مراجعه اداء استخدام الانتيبيوتكس في مستشفى صحه المرض هل احنا بنصرف يبقى في بروتوكول الاول محطوط ولا لا اذا ما فيش بروتوكول يا مش مراجعه يا اما في كلينيكال جايد لاينز بنقول ان هي دي البروتوكول بتاعنا وبالتالي نراجع لو ما فيش بروتوكول ما فيش اوديت لأنك تحتراجع على إيه؟ It is a test of the hospital performance in the management of certain problems if it is following the standards or not. Identify the defect, correct and re-audit. ببساطة شديدة جدا بيقول لك it is الفرق ما بين الريسيرش والأوديت إن الريسيرش is finding the right thing to do. إيه أحسن حاجة نعملها؟ الأوديت is testing if the right thing is done or not. فالفرق بين الريسيرش والاوديت على طول تسال نفسك هل السؤال ده متجاوب قبل كده ولا لا؟ ما ينفعش اعمل اوديت لحاجه تمام لم تثبت بعد او لم تستقر بعد لازم يكون فيها حاجه ثانيه. دي حاجه بيسموها اوديت سايكل ازاي بيعملوا الاوديت؟ بيبتدي بايدنتيفاينج ذا توبيك نحدد ايه الستاندرز اللي بنقيس عليها بروتوكولز او جايد لاينز وبعدين تكولكت داتا ايذر بروسبكتيف واحد جاي ماسك شيت وماشي ورا اللي بيعمل العمليه يسجل ده عمل ولا ما عملش او من الهوسبيتال ريكوردز اذا كان في هوسبيتال ريكوردز وبعدين يانلايز يقول احنا 90% عندنا ديفكت هنا وهنا 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 هنا التعقيم ما كانش مظبوط التعقيم ما كانش مظبوط ليه؟ لان الكتيبين ما كانش موجود لان الفرش اللي بتعقم بيها كانت مش معرفش ايه لان المواد مهملين لان الاساتذه مش بيعملوا ستريس على النقطه يبقى هنعمل اكشن بلان عشان نصلح وبعدين نعمل ريتست هيقول حصل تحسن ولا لا وبنسبه قد ايه ده اسمه كلينيكال اوديت لو عملت كومبليت اوديت سايكل تقدر تنشرها على ذا بيبر تمام امتى لما يكون الاكشن بلان اللي انت عملته الناس الثانيه ممكن تستفيد منه يعني الاوديت سايكل دي مهم في مينيا مفيده جدا لينا احنا في المستشفى بتاعتنا جدا لكن الانترناشنال الناس الفيجرز ينشروها ليه؟ لما تكون الميجرمنت اللي انت عملتها مثلا الديفكت صلحته بفكره بسيطه استعنت بالحاجه الغاليه بحاجه صغيره وبعدين عملت ري اوديت لقيت مثلا الانفكشن ريت ابتدى يقل وبالتالي الناس اللي في المجتمعات اللي زيك ممكن تعمل زيك وهنا الانترناشنال ماجازينز او الانترناشنال ليتريتشر كود ببلش يور ايفن كلينيكال اوديت This is the research journey اللي أنا مسميها research journey كل واحد منها لازم يعرف هو فين لازم نركز إن this is a global journey يعني أنت مش بتتفسح في مصر أنت بتتفسح حول العالم لازم الناس تشوف صورك اللي أنت تصورتها اللي هو نتائج البحث بتاعتك وأنت تشوف صورهم عشان أنت هتكمل على اللي هم عملوه مفيش حاجة اسمها ده أول مرة أعملها وبالتالي الحاجة اللي ما اتنشرتش ما اتعملتش ده الناس ما شافتش الصور بتاعتك يبقى انت ما عملتش حاجه. نركز that this is a international journey او global journey. So in conclusion, each step of the journey is as important as the other. It is a global journey. نركز كويس جدا ان الريسيرش ما فيهاش حاجه اسمها ريسيرش في مصر. الريسيرش هو الريسيرش في اي مكان في العالم.
It's amazing journey. أنا حبيتها. أنا نشأت في ربنا أكرمني في اسم النساء. نشأت في مجتمع حواليني خلاني أحب الرحلة دي. أرجو المحاضرة دي تقدر تحبب الناس في أو على الأقل تفهمهم هم فين. دوره إيه اللي هنقوله في دقيقتين دلوقتي. The steps of this journey should be clear in the mind of every researcher or even the clinician. اللي بيجاوب على السؤال لما يفتح على الفرق يقول لك ده expert opinion. يبقى فاهم ان ده كان فيه كلام. لكن لما يقول ان ده ميتا اناليسيس يبقى الموضوع خلص. كفايه الكلينيشن يعرف بس دي او يعرف الفرق. You should look carefully where can you contribute. مكانك فين؟ هرجع هنا للسلايد دي قبل ما اقول لكم ثانك يو الى الريسيرش جيرني. انت مكانك فين؟ انت ممكن يكون مكانك في اداره المستشفى بتعمل اوديت. نبتدي من فوق. انت يكون مكانك رئيس القسم بتعمل هوسبيتال بروتوكول. ممكن تكون مكانك عضو في الجمعيه الدوليه ولا الجمعيه المصريه بيعمل كلينيكال جايدلاينز. ممكن يكون مكانك انك بتعمل برايمري ريسيرش في رساله الماجستير او الدكتوراه او بتعمل سكندري ريسيرش. ممكن تكون انت ديزاينر للريسيرش. انت قنايب صغير واحد ماشي جات له فكره قالها لاستاذه عشان يعمل بيها بحث. تمام. ممكن يكون مكانك مش في الهيئه دي كلها. انت دكتور طبيب جراح عاوز تعرف تمام احسن حاجه في العلاج ده هبص على ايه؟ هبص على دي او دي. لو انا فيزيشن في خارج السلك الجامعي ماليش في البحث العلمي لازم اعرف انا فين عشان اعرف اجاوب النقطه دي ازاي. شكرا على وقتكم وانا ام ريدي فور كويشنز. لو في اسئله موجوده اعتقد بس لو احنا